لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لازلنا مع هذه الصفة المباركة من صفات ربنا الجليل سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو لله عز وجل خلقا وإيجادا وإعدادا وإمدادا وتصريفا وتدبيرا وملكا وحكما، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. فلله تبارك وتعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما خفي عنا وما ظهر لنا، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. ولا ريب في أن ذلك يثبت لله عز وجل أنواعا من الكمالات لا يدركها العقل، تنبهر منها العقول وتندهش منها القلوب. ولذلك يعرف ربنا تبارك وتعالى نفسه ويثني عليها بهذه الصفة، كما افتتح سورة سبأ بقوله: الحمد لله. من هو؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. له الحمد في الآخرة، إذن الحمد في أول السورة في الدنيا، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ربنا الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا يعجزه شيء، وهو الغني الحميد، يصف نفسه ويعرف نفسه ويثني على نفسه بذلك: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من هو؟ إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إن إلهكم لواحد. من هو؟ إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وما من إله إلا الله الواحد القهار. من هو؟ وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هكذا يعرف ربنا تبارك وتعالى نفسه إلى عباده. فرعون لما سأل موسى قال فرعون: وما رب العالمين؟ كيف عرفه موسى برب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله، أي فرعون، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يتعجب، أول مرة في حياته يقرأ سمعه مثل هذا الكلام. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بماذا ابتدأ وبماذا افتتح كلامه في التعريف برب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
وهذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما يقوم في قومه يعرفهم بالله، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ بماذا عرفهم دينهم؟ وبماذا تعرف إليهم؟ بماذا عرف إليهم ربهم تبارك وتعالى؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هكذا يعرف ربنا تبارك وتعالى نفسه للناس لعباده، أن له ما في السماوات وما في الأرض، أنه رب ما في السماوات وما في الأرض، أنه مالك ما في السماوات وما في الأرض. وهكذا تأخذ هذه الصفة المباركة على النفس مجامعها، فلا تترك لغير الله شيئا، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فقد قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأنى لكم هذا السلطان، أين يخرج المرء من ملك الله عز وجل؟ فأين تذهبون؟ هكذا قال الله عز وجل: فأين تذهبون؟ هذا في الدنيا، لا يستطيع أحد منا ولا من غير أجناسنا أن يخرج عن ملك الله الواسع الرحيم. كل ما في السماوات وما في الأرض إنما هو خلقه وملكه وتصريفه وتدبيره وحكمه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، فأين تذهبون؟ أما في الآخرة فالأمر أوضح. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ فيقول الله عز وجل مجيبا: كلا، لا وزر، لا حامي من أمر الله، ولا معقب لحكم الله، ولا راد لقضاء الله، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يقول الإنسان يومئذ، يعني يوم القيامة، أين المفر؟ فلا مخرج لنا عن ملك الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولذلك نقول هذه الصفة توقف العبد على حقيقة نفسه وعلى صفة ربه تبارك وتعالى، فيدخل عليه من أقرب الأبواب، يعلم أنه إن آوى إلى الله فإنما يأوي إلى ركن شديد. هذا نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة، يأتيه أضياف من الملائكة في صورة بشر صباح الوجوه طيب الرائحة، فيسمع قومه بهم فيأتونه سراعا يهرولون، وكانوا من قبل يعملون السيئات، معروف صفة قوم لوط. فجاءوا إلى بيته، ماذا يريدون؟ يريدون الفحش بأضياف لوط عليه الصلاة والسلام، فيخرج إليهم عند الباب يدفعهم ويمنعهم، ولا يجد به قوة يدفعها إلى هؤلاء الناس المتكاثرين المجتمعين عند بابه، فيبكي حياء من أضيافه واستضعافا لحال نفسه، ثم يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي نفر يجتمعون لي ويحاربون معي لقاتلتكم، ولا أنزلت بكم من العقوبة ما يليق بحال أمثالكم. فعندئذ يخرج إليه جبريل ويعرفه بنفسه وبمن معه من الملائكة، ويقول: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. سيريه الآن من هو الركن الشديد، فيأمره بالدخول ويقول له: إذا أتى الليل فاخرج بأهلك، أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. لماذا؟ لأنكم إذا التفتتم فسترون ما لا تقدرون على رؤيته من هول عذاب الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة،
إن أخذه أليم شديد. يخرج إليهم جبريل عليه السلام وينشر جناحا واحدا من أجنحته، وله 600 جناح، ينشر جناحا واحدا يضرب به وجوه القوم فيصرعون على وجوههم عميان لا يرون، لا يهتدون إلى السبيل. فلما يرى ذلك لوط ينشرح صدره ويقول: الآن أنزل عليهم العقوبة. وجبريل عبد لله مسخر مدبر لا يملك من الأمر شيئا، فيقول: إن موعدهم الصبح، لم يأمرني الله عز وجل بإهلاكهم إلا في الصبح، فلا أستطيع مجاوزة أمر الله، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وعند الصباح يحمد القوم الصرى، يرفع جبريل عليه السلام قرى هؤلاء اللوطية ويرفعهم إلى عنان السماء حتى تسمع الملائكة نباح كلابهم، ثم يقلبهم رأسا على عقب، ثم بعد ذلك يعقبهم الله عز وجل حجارة كالمطر، كل حجر قد كتب عليه اسم من يصيبه. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: السجيل الكبار الشداد، حجارة كالصخور والعياذ بالله، حجارة من سجيل منضود يعني مشوية بالنار، منضود أي مشوية بالنار والعياذ بالله. ومن المفسرين من فسر النضود بالتتابع، يعني حجارة متتابعة لا تنقطع كالمطر والعياذ بالله، حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، معلمة عند ربك. كل حجر ينزل من السماء يعرف الرأس الذي ينبغي أن يصيبه، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. أرأيتم تفسير قول لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد؟ أسألكم بالله، لو اجتمع له أهل الأرض هل يستطيعون أن ينزلوا على قومه مثل هذه العقوبة؟ يرفعون قراهم إلى السماء ثم ينكثونها رأسا على عقب، ثم تنزل عليهم حجارة كالصخور مسومة مشوية بالنار تصيب كل إنسان كما قدر الله. هذا هو الركن الشديد. فليس الأمر بالعدد ولا بالعدة ولا بالكثرة ولا بالعزة، وإنما الأمر لمن له ما في السماوات وما في الأرض. في مسند الإمام أحمد من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى همس بكلمات لا يفهمها أصحابه، ففطنوا له فسألوه، فقال: ذكرت نبيا من الأنبياء أوتي من الجنود الكثير، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ أعجب بكثرة قومه وجنوده وأتباعه، من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك 1 3: إما أن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وإما الجوع، وإما الموت. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبينا، نقل ذلك إليك. فقام إلى صلاته، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، ثم قال بعد صلاته: أما عدوا من غيرنا فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط الله عز وجل عليهم الوباء، فقتل منهم في غداة واحدة 70,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهمسي الذي تسمعون أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا حال من يأوي إلى ركن شديد. هذا قاله قبل غزوة حنين عندما خرج معه 10,000 لفتح مكة، ثم انضم إليهم 2,000 ممن أسلم يوم الفتح،
فصاروا 12,000. فقال بعضهم لبعض: وهؤلاء ليسوا الكمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم حديث عهد بالإسلام. قال القوم بعضهم لبعض: لن نغلب اليوم من قلة. فسلط الله عز وجل عليهم عدوهم من ثقيل، وكانوا 4,000. 4,000، هذا مو 12,000. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، هذا الرسول الكريم الذي كان يقول قبل الغزوة: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. هذا نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يمكث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله، يكذبون، يكفرون به، يتهددون، يتوعدونه، حتى وصل بهم الحال أن قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قتلا بالحجارة. فماذا فعل؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى من؟ فعلى الله توكلت، يعني على الله وحده، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، يعني ما تستطيعون تفعلوا لا أخافكم ولا أرهبكم، فإني قد توكلت على ربي الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلما عاند قومه واستكبروا دعا عليهم دعوة غيرت وجه الأرض وحولت دفة التاريخ، وابتدأ بها تاريخ جديد للإنسانية. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. كيف تجري هذه السفينة ذات الألواح والدسر المسامير؟ كيف تجري في موج كالجبال إلا بقدرة الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، بحفظنا وكلاءتنا تجري بأعيننا، كذلك نجزي من كفر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه فيحاجونه عن بكرة أبيه، لم يؤمن من قومه إلا امرأته وابن أخيه لوط، وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن في قلبه هو الذي جرأه على أن يحطم أصنامهم، يقوم في أصنامهم فيحطمها جميعا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم بأصبعه الكبير الذي علق عليه الفأس، بل فعله كبيرهم هذا، ثم أقام عليهم الحجة. فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. كيف
نعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا يسمعكم ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهنا ينسد مجرى العقل وتقوم قوة الغضب والحمية الجاهلية. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فحفروا له حفرة عظيمة وجمعوا له حطبا عظيما، أججوا نارا لا يستطيعون هم أن يقتربوا منه، فوضعوه في كفة من جنيق ليقذفوه في النار من بعيد. وعندئذ يأتيه جبريل عليه السلام فيقول يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ فيقول أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، جبريل كان بوسعه أن يطفئ النار، وكان بوسعه أن يحمله فينجيه من قومه، وكان بوسعه أن يقتل قومه عن بكرة أبيه، ولكن ليس بوسعه أن يقول للنار كوني فتكون. هذه ليست إلا إلى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. حينئذ تأتي النجاة بالأمر المباشر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلا تحرق منه إلا وثاقه رباطه فيبقى ضوءها وتذهب حرارتها. من الذي فعل هذا؟ إنه الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. حتى إن قصر العبد فرجع إلى الله واستغفره ودعاه، فإن أعطاه فإنه يعطيه عطاء يدهش، وإن وهبه فإنه يهبه وهبا يبهر، وإن رزقه فإنما يرزقه بغير حساب. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام يتخلف شيئا عن أمر الله فيستغفر الله عز وجل، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء أي طيبة لينة، حيث أصاب يعني حيث أراد. هل سمعتم قبل ذلك بأحد من البشر سخرت له الريح تجري بأمره؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. هذا عطاؤنا، هذا عطاء من له ما في السماوات وما في الأرض، هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب. أبهة عظمة الملك الذي أوتيه سليمان لا يكاد العقل أن يصدقها. وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون أي يجتمعون ويفترقون بأمره بإشارته، فهم يوزعون. بلغ من ملكه أن يرسل إلى ملكة اليمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مسلمين لمن؟ لسليمان؟ لا والله، مسلمين لرب العالمين. لذلك قالت بلقيس في نهاية القصة ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. يبلغ من ملكه أن يقوم في الملأ من قومه وجنوده فيقول من يأتيني بعرشه من اليمن إلى الشام، فيقوم عفريت من الجن فيقول أنا آتيك بي قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مجلسي. فيستبطئ الوقت ويقول أريد أسرع من هذا. فيقول الذي عنده علم من الكتاب، رجل من البشر آتاه الله علم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فيأتيه العرش من اليمن
إلى الشام في غمضة عين. ملك من هذا؟ إنه الملك الذي يؤتيه من له ما في السماوات وما في الأرض. عباد الله، ربنا تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فاعبدوه وتوكلوا عليه وثقوا به، ولا تستعينوا إلا به، ولا تسألوا إلا إياه، ولا ترغبوا إلا فيما عنده سبحانه وتبارك وتعالى. بحمده أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. من العبادات وشعب الإيمان التي تترتب على معرفة هذه الصفة أن العبد يتوكل على الله عز وجل بكليته، فلا يرجو من بعد الله عز وجل أحدا، لا يستدفع ضرا ولا يستجلب نفعا إلا بالله تبارك وتعالى. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، ثم يقول بعدها وله ما سكن في الليل والنهار. يترتب على هذا ماذا؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل إنني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. ثم يقول بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال الله عز وجل قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومن العبادات أيضا عبادة الشكر، تعلم أنه ما بك من نعمة إلا من عند الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا أي دائما. أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجهرون. والله لئن بقيت إلى صلاة العصر أحدث نفسي أو أحدث غيري عن مظاهر ملك الله تبارك وتعالى لما أوفيناه حقا. وإنما المراد أن يعلم العبد أن قلبه هذا إما أن يسكن فيه الإيمان فيسكن ويطمئن، وإما أن ينشغل بغير الله فيضطرب ويئن. هذا حكم الله تبارك وتعالى. يكفي من توكل عليه، يقبل على من أقبل عليه، يغوي من آوى إليه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون من هؤلاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصركم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.